السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن 30 جملة في اللغة الإنجليزية، أخطاء شائعة يقع فيها متعلمي أو مستخدمي اللغة الإنجليزية. نحاول نكتب جملة فيها خطأ ونصلح هذا الخطأ ونقول لماذا ونذكر ما هو السبب. إذا كنت أول مرة تشوف القناة وتتابعها، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أول جملة من لحظة الخطأ: She suggested to go home. في خطأ في هذه الجملة، ما هو الخطأ برأيكم؟ الخطأ أنه استخدمنا بعد suggested استخدمنا to go، يعني to infinitive، to والفعل بالمصدر. بعد suggested يجب أن نستخدم جراند. جراند يعني اسم الفاعل، الفعل ونضيف له ing. She suggested going home، اقترحت على الذهاب أو العودة للبيت. إذا بعد suggest نستخدم الفعل ونضيف له ing. الحين برجع على فيديو سابق تكلمنا فيه عن to infinitive، يعني to المصدر، أو gerund ing. لاحظ أنا أقول to home، at home، قبل home لا نستخدم حرف جر. She suggested going home. He is needing his father، هو يحتاج والده. أيضا في عندنا خطأ في هذه الجملة، ماذا توقعون الخطأ؟ استخدم الفعل need بصيغة present continuous، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن عندنا نوعين من الأفعال: state verbs، activity verbs. state verbs الأفعال الساكنة أو أفعال الحالة، لا تأتي في زمن المضارع المستمر أو الماضي المستمر. عندئذ بدل is needing نستخدم الفعل need، بما أنه عندنا هي دائما، إذا هي she at بزمن المضارع البسيط نضيف s. he needs his father، يحتاج لوالده. إذا أفعال، إذا ما الفعل need لا ليس نشاط، إذا فعل حالة، هذا الحالة نستخدم ال present simple المضارع البسيط. I'll help you as soon as I'll finish. لاحظ I'll هي اختصار I will، يختصرونها، يحذفون WI، يضعون apostrophe بعدين double L. I'll help you as soon as I'll finish. أيضا في عندنا خطأ في هذه الجملة، ما تتوقعون الخطأ؟ الخطأ نستخدم I'll help I'll finish. ننتبه دائما as soon as حالما، يعني سأساعدك حالما أنتهي. لا أقول I'll help you as soon as I'll finish، بعد as soon as، when، as soon as، after، before، أستخدم present simple، يعني أكتب I finish بدل I'll finish، لا نستخدم مستقبل بالحالتين. بعد as soon as نستخدم present simple، نحفظها دائما بصم. As soon as نستخدم بعدها present simple. I'll help you as soon as I finish، يعني حالما أنتهي. He discovered that his parents adopted him، اكتشف بأن والديه تبنوه. في خطأ في هذه الجملة، ما تتوقعون الخطأ؟ discovered يعني verb to فعل past simple ماضي بسيط، أيضا نستخدم أيضا past simple ماضي بسيط. هذه الحالة في عندنا فعلين، أحداهما وقع قبل الآخر. الحدث اللي وقع قبل نستخدم had و verb 3، يعني past perfect الماضي التام. الحدث اللاحق نستخدم past simple الماضي البسيط. he discovered هو اكتشف بهذا الوقت، اللي حدث الأول هو فعل التبني، إذا نستخدم had adopted، إذا had والفعل بتصرف ثالث، إذا ماضي تام. فعل التبني حدث أولا لحقه، هما حدثين بالماضي، تبعه الاكتشاف. الحدث اللي وقع بالأول نستخدم ماضي تام، الآخر نستخدم ماضي بسيط. I live here since 1980. لحظة، السنة كل رقمين مع بعض، لا نقول 1980، كل رقمين مع بعض 1980، 1980. ما هو الخطأ في هذه الجملة؟ استخدم الفعل live بالpresent simple. إذا كان عندنا since أو for، بهذا الحالة نستخدم present perfect، يعني عشت هناك منذ عام 1980، وهذه وحتى هذه اللحظة أعيش فيها أو أعيش
هنا بنستخدم I have lived أو اختصرها I've lived. لقد عشت هنا منذ عام 1980 وما زلت أعيش أو لا زلت أعيش. إذا عندنا since نستخدم present perfect. present perfect بيكون عندنا الفعل have أو has والفعل بالتصريف الثالث. I never was to Paris. لم أكن أبدا في باريس أو المسافر أبدا إلى باريس. هنا لا أتكلم عن وقت محدد، أتكلم عن الحدث بشكل عام. عندئذ نستخدم التصريف الثالث. إذا نستخدم I never بدل was أستخدم been. I never been to Paris. يعني لم أسافر أبدا إلى باريس أو لم أكن في باريس أبدا. إذا ركز إحنا على الحدث، لم أذهب قبل وحتى لهذه اللحظة لم أذهب إلى باريس. I never been to Paris. He has gone home. نترجم has و have لقد. لقد ذهب المنزل. لكن هذه الجملة فيها خطأ. ما هو؟ استخدم go بالتصريف الأول بعد has. بالpresent perfect نستخدم التصريف الثالث للفعل. He has gone home. إذا لقد عاد أو ذهب للمنزل. Why you left the football match? لماذا غادرت مباراة كرة القدم؟ لاحظ سؤال وعندنا past ماضي. هذه الحالة يجب أن نستخدم فعل مساعد. دائما فعل مساعد لتشكيل السؤال بالماضي البسيط هو did. Why did you ورجع left إلى المصدر leave. Why did you leave the football match? لماذا غادرت أو تركت مباراة كرة القدم؟ It's getting better. إنه يتحسن. هذا في عندنا خطأ. في عندنا هنا لاحظ it is يختصرونها apostrophe s. في خطأ في هذا الجمل. ما هو؟ لاحظ الفعل get عندما نضيف ing يجب أن نضاعف حرف t ونضيف ing. It's getting better. إنه يتحسن. لماذا؟ لأنه في عندنا حرف ساكن قبله حرف صوتي. عندئذ نضاعف الحرف الساكن الأخير ونضيف ing. He reading a book. هو يقرأ كتاب. استخدم جرنت يعني هو قراءة كتاب. لا يوجد فعل واضح بالجملة. عندئذ الجملة خطأ. يجب أن نستخدم فعل كون تصبح he is reading a book. تصبح هذه فعل بهذه الحالة. إذا هذا الفعل ثلاث كلمات. 1 2 3. He is reading a book. هو يقرأ كتاب. إذا present continuous مضارع مستمر. He read a book. يقرأ كتاب. مثل عندنا every day. يقرأ كتاب كل يوم. بهذه الحالة يجب أن نضيف s. لماذا؟ إذا كان هي شيئات بالpresent simple نضيف الفعل s. He reads a book every day. يقرأ كتاب كل يوم. He live in Paris. يعيش في باريس. أيضا نضيف s المفرد الغائب. He lives in Paris. إذا كان عندنا now عندئذ نستخدم is والفعل ونضيف له ing تصبح present continuous. He is reading a book now. هو يقرأ كتاب الآن. If you will come we'll play hide and seek. لاحظ استخدمنا if conditional مثل بالعربي if الشرطية. في خطأ في هذه الجملة. ما هو الخطأ؟ استخدم well وهذا خطأ. يجب أن يكون verb 1 يعني الفعل present simple مضارع بسيط بعدين نستخدم well و verb 1. إذا هذا شكل الفعل بعد if تصبح if you نحذف well if you come We'll play hide and seek. إذا أتيت سنلعب أو سوف نلعب hide and seek. You won't win unless you don't try hard. Well, not. هي اختصار won't. سوف لم تربح أو تكسب unless ما لم تجرب أكثر أو بجد أكثر. لاحظ استخدم هنا don't unless فيها معنى سلبي يعني فيها not يعني already هي فيها not. لا نستخدم not بعد unless. تصبح الجملة You won't win unless you try hard. We traveled all over the Europe. سافرنا في جميع أنحاء. نحفظ التركيب هذا all over يعني في جميع أنحاء أوروبا. في خطأ في هذه الجملة. Europe هي continent قارة قبل القارات يعني أوروبا وحدة. لا نستخدم the
يعني قبل البلدان، قبل المدن، قبل القارات، لأن استخدم ذا. We traveled all over Europe بدون ذا. Baltic Sea is usually cold in summer. يعني بحر البلطيق يكون عادة بارد في الصيف. في خطأ في هذه الجملة. لاحظ Baltic Sea هو بحر واحد، يجب أن نستخدم ذا. The Baltic City بحر البلطيق، مثل نايل نهر النيل واحد. The Nile River نهر النيل. I've bought car. إذا اشتريت سيارة. إذا أنت تخبرني إنه اشتريت سيارة أول مرة، تخبرني بهذا الخبر عند أو بهذه المعلومة. إذا ذكرنا شيء لأول مرة نستخدم أن. I've bought a car. لقد اشتريت سيارة. عندنا have وhas وبعدين verb 3 نسميه إحنا present perfect مضارع تام. عندئذ نترجم have وhas لقد. لقد اشتريت سيارة. We've bought the new car. لقد اشترينا السيارة الجديدة. أيضا شيء أذكر المرة أول مرة استخدم a. We've bought a new car. اشترينا سيارة جديدة. I have an information about the city. لدي معلومات عن المدينة. لاحظ information معلومات جمع. إذا ردنا نقول معلومة واحدة. A piece of information. عندئذ لا نستخدم an، نستخدم some. I have some information about the city. لدي بعض المعلومات عن المدينة. There were three furnitures in the room. هناك ثلاث أثاثات في الغرفة. وهذا خطأ. furniture أثاث جمع. عندئذ لا نستخدم s. إذا لا نستخدم s مع furniture، نستخدم إذا نستخدم there were some furniture in the room. هناك بعض الأثاث في الغرفة. One of the boys was tall and the second was short. أحد الأولاد كان طويل والثاني كان قصير. في عندنا خطأ في هذه الجملة، استخدمنا the second الثاني، وهذا خطأ. إذا كان بس شخصين نستخدم الأول، الثاني استخدم other. يعني one of the boys was tall and the other، والآخر كان قصير. نستخدم second متى؟ إذا كان عندنا first الأول، second الثاني، third الثالث، وهكذا. إذا كان أكثر من اثنين نستخدم second و third وهكذا. إذا كان فقط اثنين نستخدم other. يعني الأول كان طويل والآخر the other، لا نقول the second. neither of or neither of، الاثنين صحيحة. neither of us didn't see him. يعني ولا أحد منا شاهده. بعد neither لا نستخدم not مرة ثانية، مباشرة استخدم الفعل بالماضي. neither of us saw him. إذا لا نستخدم نفي. neither هي تحوي نفي. لا نستخدم دائما، لا نستخدم نفي بنفس الجملة، لا نستخدم سؤالين بنفس الجملة. neither of us saw him. لم يشاهده أحد منا. we don't have no money. ليس لدينا لا مال. إذا not و no لا نستخدم نفس الجملة، بدل no نستخدم any. we don't have any money. ليس لدينا أي مال. we can to swim. خطأ. بعد can نسميها modal verbs، لا نستخدم to ولا نستخدم as للفعل بعدها. we can swim، نستطيع أن نسبح. we should to help her. أيضا can و should أيضا modal verb، أيضا بعدها لا نستخدم to. we should help her. we mustn't wear uniforms at schools. يجب ألا نرتدي زي أزياء رسمية في المدارس. هنا استخدمنا mustn't، عندنا منع. عندنا نستخدم have to بدل mustn't. يعني لا نتكلم عن آرائنا ولا نتكلم عن أشياء نمر بها نحن، أمر عام. عندنا نستخدم have to. we don't have to wear uniforms at schools. أو we have to wear uniforms at schools. إذا كان قرار عام أو شيء عام نستخدم have to. President Kennedy said he is happy. قال الرئيس كندي هو سعيد. لاحظ said بالماضي، بدل is نستخدم was. she asked when would he come. لاحظ لا نستخدم سؤالين. she asked when، بعدها نستخدم would بالمكان هذا.
She asked when he would come. متى سيأتي. He is nice than his father. هو يكون أجمل من والده. صيغة مقارنة الدرجة الثانية. نضيف are. هي بالأصل هي nice. نحذف الـ e ونضيف er. Nicer. أجمل من. He is nicer than his father. Mary is beautifuler than her mother. يعني ماري تكون أكثر جمالاً من أمها. أيضا في عندنا خطأ. لاحظ الصفة beautiful أكثر من مقطع صوتي واحد. عندئذ لا نضيف er. يجب أن نضع more. Mary is more beautiful than her mother. بهذا الشكل أخذنا 30 جملة في بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها مستخدمو اللغة الإنجليزية. هذه بعض القواعد اللي تفيدنا أثناء الكتابة وأثناء الحديث في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.